السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الحلقة السابعة من سلسلة الفتح الإسلامي في العراق. حلقة جديدة ومعركة جديدة، وهي معركة فتح دومة الجندل. هذه المعركة اليوم معركة مغايرة تاما على المعارك الماضية من حيث أسبابها، قادتها، مجريات أحداثها. تذكرون في الحلقة الأولى عندما قام الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإرسال جيشين لفتح العراق، جيش يدخل العراق من أسفله من جنوبه بقيادة خالد بن الوليد، والجيش الثاني بقيادة عياض بن غنم رضي الله عنه يدخل العراق من أعلاه من شماله، ويستبقا إلى مدينة الحيرة الاستراتيجية، فمن سبق منهما فهو الأمير على صاحبه. ذكرنا في الحلقات الماضية مسير خالد رضي الله عنه بهذا الجيش العظيم وانتصاراته على الفرس وعلى العرب الموية لهم. أما عياض بن غنم، الصحابي عياض بن غنم رضي الله عنه، فتحرك باتجاه العراق حتى يدخلها من أعلى باتجاه المصيخ، لكنه تعثر في مدينة دومة الجندل. وصل لهذه المدينة وجدها محصنة تحصينا شديدا، ضرب عليها الحصار، فاستعان أهل دومة الجندل بالقبائل العربية المتنصرة، فأتت فأخذت الطريق على عياض بن غنم، أغلقت الطريق على عياض بن غنم، فأصبح أيضا هو محاصر، يعني هو يحاصر أهل دومة الجندل، وهذه القبائل العربية تحاصر جيش عياض بن غنم. واستمر رضي الله عنه في هذا الثبات، وأمام هؤلاء الأعداء جيش من خلفه وجيش من أمامه ما يقارب 7 أشهر، يعني هم خرجوا من شهر 1 شهر محرم في السنة 12 للهجرة، هم الآن في شهر رجب. طالت المدة وشد الحصار، فأرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالوليد بن عقبة مددا لعياض بن غنم، فلما وصل إليه وجده محاصر ومحاصر. فقال عياض بن غنم للوليد بن عقبة: إن بعض الرأي خير من جيش كثيف، ماذا ترى؟ يعني ماذا تقترح؟ فقال الوليد بن عقبة: اكتب إلى خالد بن الوليد، اطلب منه مدد، يرسل لك جيش مدد. فكتب رسالة إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، فوصلت الرسالة إلى خالد بعد ما أنهى معركة عين التمر، وانتصر في معركة عين التمر، فجاءته الرسالة، فقرأ رسالة عياض بن غنم، فلم يرسل له جيشا، إنما قاد الجيش بنفسه. انطلق رضي الله عنه ومعه 6000 رجل، وأرسل رسالة إلى عياض بن غنم هي أقصر رسالة في التاريخ. فكتب رضي الله عنه: من خالد بن الوليد إلى عياض بن غنم: إياك أريد، فقط كلمتان، إياك أريد، ليس فيها شرح ولا فيها تفاصيل أو فيها تأخر أو عذر، إنما خالد رضي الله عنه قادم نحو عياض بن غنم. وصلت الرسالة إلى جيش المسلمين، ففرح المسلمون بهذا الأمر وبقدوم خالد رضي الله عنه سيف الله المسلول. أما أهل دومة الجندل فلما علموا بقدوم خالد بن الوليد رضي الله عنه أصابهم الذعر، خوف وفزع، لم يخطر في بالهم أن خالد رضي الله عنه هذا الرجل العظيم الذي دمر جيوش فارس وأجرى نهر الدم وفعل الأفاعيل في هؤلاء الأعداء أنه قادم إليهم، أصابهم ذعر. وكان في دومة الجندل أمرها عند رجلان هم زعماء دومة الجندل: الأكيدر ابن عبد الملك الكندي، ورجل آخر يقال له الجودي ابن ربيعة. واختلف هؤلاء الزعماء، الأكيدر يريد أن يتصالح مع خالد، والجودي رفض هذا الأمر بل اختار قتال خالد ومحاربة خالد وجيشه الإسلامي. فغضب الأكيدر وخرج خارج دومة الجندل غاضبا عليهم، وقال: والله لا أقاتل جيشا يقوده خالد. طبعا الأكيدر هذا الرجل، الأكيدر بن عبد الملك، كان قد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسره خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة تبوك. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة في غزوة تبوك، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد لهذا الرجل ومعه 400 فارس، هجموا على الأكيدر فأخذه خالد أسيرا وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب العفو، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكتب له عهدا، فأصبح معاهدا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل غدر وخان العهد، حارب المسلمين وناصب لهم العداء، فخرج من دومة الجندل هاربا فارا من وجه خالد رضي الله عنه. وما زال يذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أسره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت أخبار خالد مع الفرس ومع العرب ومقتله لهؤلاء الأعداء
ما زال يزيد خوفه ورعبه من خالد بن الوليد رضي الله عنه. فر هاربا فعلم به خالد رضي الله عنه فأمر عاصم بن عمر أن يعترض لهذا الرجل، فانطلق عاصم فأسر هذا الرجل وأتى به إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، أتى بهذا الرجل الخائن المرتد الذي غدر بالمسلمين، فأمر خالد بضرب عنقه فقتل. أما أهل دومة الجندلة الذي اختاروا القتال بقيادة الجودي بن ربيعة فقد أعلن حالة الاستنفار وأرسل إلى القبائل العربية يطلب منهم المدد، فأقبلت هذه القبائل العربية المتنصرة ولبت نداء الجودي بن ربيعة ودخلت الحصن حتى امتلأ الحصن، وحتى أصبح معظم الجيش ومعظم هذا المدد خارج هذا الحصن من كثرة أعدادهم. أقبل خالد رضي الله عنه ورتب الخطة بأن يهاجم الحصن من جهتين، جهة يقودها خالد رضي الله عنه بجيش، جهة الأخرى يقودها عياض بن غنم رضي الله عنه. انطلق خالد رضي الله عنه من جهته وانطلق عياض بن غنم من جهته وشددوا الهجوم على هؤلاء الأعداء. أهل الحصن انقسموا إلى قسمين، قسم يقابل خالد بن الوليد بقيادة الجودي بن ربيعة، والقسم الآخر يواجه عياض بن غنم بقيادة رجل يقاله ابن الحد رجان وابن الأبهم. تواجه خالد رضي الله عنه مع هؤلاء وعياض مع هؤلاء، معركة شديدة جدا وخطيرة جدا، لكن خالد رضي الله عنه استطاع أن يحسم هذا الأمر وأن يقضي على هذه الجهة وأن يأسر الجودي بن ربيعة. وكذلك عياض بن غنم استطاع أن ينتزع النصر من هؤلاء وأن يحسم هذه الجهة. فر هؤلاء المنهزمون الذين قابلوا خالد والذين قابلوا عياض بن غنم إلى داخل الحصن، فامتلأ الحصن فاضطروا أن يغلقوا الأبواب وأن يتركوا بعض الجند خارج الحصن، فأتى عليهم المسلمون فقضوا عليهم، فقام خالد رضي الله عنه فاندفع نحو باب الحصن فقاموا واقتلعه رضي الله عنه، فاندفع جيش المسلمين داخل هذه المدينة يأسرون فريقا ويقتلون فريقا، وانتهت هذه المعركة بهذا الانتصار العظيم بقيادة خالد ابن الوليد رضي الله عنه وبقيادة الصحابي الجليل عياض ابن غنم أحد السابقين إلى الإسلام، أحد المهاجرين الذين شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المعارك، أحد أبطال المسلمين في الفتح، هو الذي فتح الجزيرة الفراتية بأكملها، أحد القادة في معركة اليرموك. رضي الله عن عياض بن غنم ورضي الله عن خالد بن الوليد سيف الله المسلول، ورضي الله عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعنا بهم في جنات النعيم مع نبينا صلى الله عليه وسلم.